هذا وعبر عدد من المحللين السياسيين عن أهمية القرارات التي خرجت بها القمة العربية التي تستضيفها المملكة الأردنية الهاشمية في دورتها 28 في تغيير مسار العمل العربي المشترك، مؤكدين أن التحديات الراهنة تتطلب تعاونا مشتركا في المرحلة المقبلة. في قمة البحر الميت فتحت الملفات من جديد، ولكن هذه المرة برؤية مختلفة. الرؤية تمثلت في ضرورة مواجهة التحديات والاعتراف بأن الحل الوحيد في المرحلة المقبلة هو التوافق وتوحيد الجهود العربية وتنسيقها من أجل بناء مرحلة جديدة نستطيع أن نطلق عليها مرحلة التغيير في مسار العمل العربي. التقارب السعودي العراقي الذي بدأ منذ عدة أسابيع منذ شهر فبراير وهو مستمر، وربما نشهد صفحة أخرى أيضا في هذا المجال. انفتاح السعودية على العراق وعلى باقي دول المنطقة مهم جدا، لأن هناك دور محوري للمملكة العربية السعودية. هناك كثير من القلق من التدخلات الإيرانية والتدخلات الأخرى في المنطقة، فأعتقد الجامعة العربية بحاجة إلى أن توضح وجهة نظرها في هذا المجال، وتحاجة أن تعمل وتعزز مبدأ التعاون العربي من أجل حفظ المصلحة المشتركة للدول العربية. أهم ما يبرز في هذه القمة أن هناك لغة حاسمة وحازمة من الزعماء العرب برزت على مدى ساعات التي بدأت فيها هذه القمة حول موضوع الإرهاب، وأن هناك يبدو إصرار وعزيمة واضحة لدى رئيس القمة ولدى يعني جموع هذه الزعماء وهذه القيادات العربية على التصدي لموضوع الإرهاب بآليات جديدة بلغة جديدة بعيدة عما كنا نتحدث فيها عن السابق. الأردن مهتم بهذا الملف، أوضحه القادة العرب وطلب إسناد واضح سياسي للقضية الفلسطينية وللقيادة الفلسطينية في سعيها في هذا الاتجاه. أيضا تحدث جلالة الملك عن ملف الإرهاب، واعتبر أن الإرهاب يهدد الحالة العربية، يهدد الأمن القومي العربي، يهدد مستقبل الأجيال العربية. الإرهاب يخطف الشباب العربي في حالات التضليل التي يمارسها الإرهاب وتنظيماتهم المختلفة، ولذلك ويدعو إلى يقظة وإلى وعي عربي. محللون سياسيون أكدوا أن القمة أرسلت رسائل واضحة وصريحة للعالم، مفادها أن مسار العمل العربي بات مختلفا، وأن التعامل مع القضايا العربية الراهنة لن يبقى على حاله. هنالك الحديث عن ملف التنمية الاقتصادية وقدرة العديد من الدول في رفض العديد من المشاريع الاقتصادية ذات الأهمية التي ستعود بالنفع على هذه الدول. أكدوا أيضا على موضوع التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وخاصة إيران في الخليج، وتم يعني صياغة قرار هام جدا بأن إذا أرادت إيران أن تقيم علاقات سوية مع العالم العربي عليها الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها. القمة كلفت الجامعة العربية بمراقبة السلوك الإيراني خلال الفترة المقبلة، وستقدم تقريرا إلى اجتماع وزراء الخارجية القادم لاتخاذ ما يراه مناسب. إذا كان سلوك إيران إيجابي وحاولت التواصل مع العالم العربي سيكون هناك رد إيجابي من العالم العربي، أما إذا استمرت في هذه السياسة ستكون هناك موقف آخر من الدول العربية. نقرأ من هذه القمة إمكانية إعادة تعريف العمل العربي المشترك والتضامن العربي المشترك على أسس جديدة مختلفة نغادر فيها مربع النمطية. النمطية نقصد بها هو أن نتحدث بلغة خلال مثل هذه الاجتماعات، ونعود لممارسة سياسات نقيضة لما تحدثنا به خلال أعمال القمة. ما أثار انتباهي هو التقاء كلمة العاهل الأردني مع الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريس فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. العاهل الأردني أكد على الثوابت على حل الدولتين. غوتيريس أيضا أكد على حل الدولتين، وهذه رسالة موجهة إلى الإدارة الأمريكية أنه لا بد من حل في هذا الإطار استنادا إلى مبادرة السلام العربية. والرسالة الأهم التي بعث بها الأمين العام من داخل القمة هو يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان. التمثيل الغير مسبوق لقادة الدول العربية انعكس إيجابا على أجوائها، والتوافق على آليات العمل العربي في المرحلة المقبلة حول مختلف القضايا الراهنة جعل قمة البحر الميت تكسب الرهان.
التحديات مشتركة، إذن فالحلول يجب أن تكون هي الأخرى مشتركة. قمة الأردن التي أحيت البحر الميت استطاعت أن تخلق قاعدة جديدة لمسار العمل العربي من أجل أن ينطلق في آفاق أرحب في المرحلة المقبلة. سهر عصفور لتلفزيون البحرين، المملكة الأردنية الهاشمية، البحر الميت.